فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي لا يكفر تارك العمل بالكلية مع استطاعته للأعمال، هل يعد هذا من المرجئة؟ يعد إيش؟ الذي لا يكفر تارك العمل بالكلية مع استطاعته للأعمال، هل يعد هذا من المرجئة؟ شر من المرجئة، هذا شر من المرجئة. هذا عندنا الإسلام بدون عمل، يصلح إسلاما بدون عمل، بدون صلاة، بدون صيام، بدون حج، بدون، من يقول هذا؟ نعم.